بتقول ان احنا مع موقف صعب، مركب كبيره 400 متر طول بتجنح في عرض في قناه السويس 250 متر، يعني طول كان اكبر من المسافه اللي بتاعت قناه السويس العرض نفسه. بنتكلم على 223 الف طن، بنتكلم على 18300 حاويه، عرض 59 متر، غاطس 15 متر ونص، مركب ضخمه، حادث سيء صعب التعامل معاه بسهوله. هو زي ما قلت ان الحادثه الكبيره زي كده بتبقى كذا خطا او كذا سبب منها، هقول ان دي كان جزء منها، لكن ممكن يبقى في خطا فني هيبان في التحقيقات، ممكن يبقى في خطا شخصي هيبان في التحقيقات، في اخطاء كتير ممكن تتركب، بس احنا مش هنقدر نجزم دلوقتي هي ايه اللي في ايدينا دلوقتي. هو بس الخطا اللي احنا واضح قدامنا اللي هو كان الريح و